وهذه هي المربى ديالنا، كتشوفها واجدة ما شاء الله عليها، غزالة، بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، يعني بكمية وفيرة، ما نقولش صحية فيها نسبة السكر، ولكن بالنسبة للتفاح يعني شيء كنعرفوه، درناه في الدار بإيدينا نقي، كنعرفوا شنو فيها، يعني شي حاجة اللي زوينة. ونتمنى تكون المربى ديالنا نالت الاستحسان ديالكم، عجبتكم. لا تنسوناش من الاعجاب واللايك وسبسكرايب، الناس اللي جات جديدة تشترك معنا وتدعمنا، وتبارتاجوا مع صحابكم حبابكم والناس القرابة لكم. ولا كانت فيديوهات كتعجبكم، دائما تبقاو تزورونا، وكيسعدنا الوجود ديالكم معنا. وإلى اللقاء في محتوى تاني جديد إن شاء الله، مع السلامة. هنا في المقادير عندنا تفاح على حساب، مثلا عندي شي جكيلو تفاح وشي حاجه، عندي الليمون، عصير الحامض او الليمون، ثلاث الحامضات مزيانين، عندي عود قرفه، وعندي شي كيلو عندي شي كيلو السكر. بالنسبه للتفاح عندي جوج كيلو، انا بالنسبه لكم حطيت لكم مسطره، انا بديت قبل من هذا الشيء، المرحله الاولى. وهنا هنا بعد ما جمعت التفاح كله وعصرت عليه الحامض واحد شويه خليته كما شفتوا، وعاود جبت السكر كبيته عليه، لان هذيك المرحله ما تصوراتش ليا، تمسحت ليا التليفون تبلوكا، التليفون تبلوكا. جبت السكر حركته لبسته وخليته واحد الفتره، ودابا غنشعل عليه النار ونخليه يطيب. هنا كما تشوفوا درت توست عليه الطنجره مزيان، طنجرة الضغط. هنا واحد الحيله غادي نوريها لكم جديده، اللي تودرت لها صفارات الكوكوط او ما لقيتهاش، انا بالنسبه لي تودرت ليا يومين هادي ما لقيتهاش، مع ان الطنجره باقا جديده يلا شريتها، ولكن ما عرفتش فين دار ليا الوليدات الصفاره، فجبت ورق الالومنيوم وجمعته بهذه الطريقه على الشكل، شويه ديالكم بلا ثقه بايدي الثانيه لان ما مستحكمش بالكاميرا هكا انتو. الشكل المساء بحال ها، وخليت واحد الجهه بحال ما كانتو تشوفوا تكون بين لكم، خليت واحد شويه هنا هنا ضغطتها، غنضغطها هكا بهذا الشكل، ولكن خليت واحد شويه خرج الهواء من هنايا باش تنفس، لان خاصها تنفس شويه، ما تنفسش هي خطيره. المهم غنسد عليه واحد ساعه الا ربع. هنا النهار انا جهدتها ولكن غير نسمع دارت الصفاره وغادي نقص عليها، نقص على الصفر بين الواحد والصفر، لان عندي ديال الضو، اللي عنده ديال الغاز ينقص ويخليه يشمع مده ساعه الا ربع حتى ساعه. ورجعت لكم بعد ما طابت المربى، هذا نهار ثاني نهار الصراحه خليتها تبرد على مهله، البارح حطيتها طابت تقريبا خدات لي ساعه وربع، انا خدات لي على ساعه وربع، غلي تسخنت الطنجره يعني حتى بدات كتغلى، عفوا نوقف الماكينه، خليتها حتى بدات صفرت، غير صفرت ونقصت على بين مالين الناس اللي عندهم الفران ديال الغاء ديال الضو، خليتها بين واحد ونص، بين واحد ونص يعني شويه، مالي الناس اللي عندهم ديال الغاز يخلوها بحال شميعه كما تيقولوا شمعه يعني خفيف، وانتم غنحل معكم وتشوفوا كيفاش جات. هي مفتوحه، انا هزيت من الصباح للفطور، هانتوما كما تشوفوا كيف ما جات، جات على هذا الشكل هاتوك كتشوفوا، بعد ما بردت عقدت. انا كنت بغيت نصور لكم واحد المرحله ومشات تاع البديه ومشات ملي لبسته بالسكر، كي بقات لبسته ديال السكر بقى بحال الفيديو ديال مربى المشمش، الا عقلتوا مربى المشمش او كونفيتير ديال المشمش تلبس بحال هكاك وخليته واحد شويه، غير هنا العصره ديال هنا الفرق، عصرت فيه الحامض، هنا عصرت فيه الحامض ما بقاش، درت فيه تا الحامض، المهم هنا درت فيه الحامض وخليته فيه
درت الحامض من الاول، اما ديال المشمش فالحامض درته من بعد، اعتقد الحامض كيدار من بعد. الفرق بينه وبين المشمش، المشمش كنحيدو ليه الرغوه، هذا ما تنحيدوش ليه، غير كندبسوه شويه كنخلوه تدير مع داك السكر تلبس معاه، كنحطوه للعافيه وكنسدو عليه وكنخلوه على مهلو. انا خدا ليا ساعه وربع، انا هذا خدا ليا ساعه وربع. كيف كتشوفوا هكا ها هو جا ثقيل عاقد بلا ما بلا حتى حاجه، وتبارك شوفوا كي جا ما شاء الله. يعني هذا من بعد نقدر ندير به حليوات، ندير به الفطور للوليدات، ندير فيه بزاف الحوايج يداروا به هذا، ماشي غير للاكل. دروك غندوزو للمرحله المواليه، غادي نعلبوه في سميتو. بالنسبه ليا انايا غادي ناخذ هذا ديال الكونفيتير كما تتشوفوا، فيه واحد الجلده هنايا باش تحفظوا ليا، هاد الجلده هي اللي كتخليه يطول لمده طويله، وغادي نسد عليه بحال هكا وانتوا تشوفوا. وعندي هاد المطربه انا ما توفرتش غير ديال الكونفيتير، هادي هكا او القرعات او اش كنسمو العلب، كتسكر المهم تكون كتسد مزيان باش ما تخرجش الهواء، باش ما يدخلش ليه الهواء من ستة ما يخرجش الهواء. هادي مثلا هادو فيهم هاد الجلدات ما تيخرجوش الهواء، بحال هادي تاعي فيه الجلده ما يدخلش الهواء ما يخرجش صافي. فينا ناكلو في نفس النهار، بغينا نحتفظو فيه نحتفظو فيه. مثلا انا غنعبي وغنرجع لكم المرحلة الموالية، شوفوا اش غندير، غنعمرها وغندير نعمر، نبدا نعمر عمر معكم شوية بحال كتعمر هكا، كنعرفو نعمر هكا، نحط بملعقة بملعقة بحال هكا ونعمرو هكا وصافي. كلكم كتعرفو تعمرو ان شاء الله، كلكم حادقات. وبالاخير هالكميه اللي طلعت لي هنايا تقريبا هنا واحد كيلو شي حاجه، هنا ما عرفتش 200 غرام ما عرفتش شحال كتكون في هذه، ولا 250، وهنا تقريبا شي 200 حتى هي غتكون 150 200. المهم هالكميه اللي طلعت لي انا، هذه هي الكميه اللي طلعت لي، الكميه اللي درتها انا 2 كيلو ديال التفاح مع كيلو السكر، اللي بغى السكر كثر يزيد مع عود القرفه، وجوج حامضات حتى ثلاثه على حساب الحامض. هنا المرحله المواليه غنجيب واحد الطنجره الضغط نفسها اللي طيبتها، غادي نجيبها ندير فيها الماء، غادي نغليها واحد شويه، غادي غيدفى، وغنجيب هاد المطربانات وغنحطهم داخل باش نعقم. هنا بعد ما غلى الماء، هنا بعد ما غلى الماء غادي نجيبوا لهاد القرعه نديرهم لحد هنايا تقريبا يكون عامر شويه، لان دابا غادي يطلق الماء بحال ماك، يعني حد هنا شفتو، يعني ما تكونش غطى عليهم بحال من هنايا. وغادي ماشي غلا غلا، غير الدفا نحطو فيهم، وغادي نجيب هاد الغطا الطنجره وغنسد عليها، نسد عليهم مزيان، نزير عليها مزيان، نزير عليها مزيان، ونقص الغاز واحد 10 دقائق لا اكثر، 10 دقائق لا اكثر بحال هاد الشكل، ونقصها هكا على النص كما قلت. حنا عندنا النص حتى ديال الضو، انا كنسد على العكس عكسها العفو. المهم نسدها ونرجع لكم. هنا راني سديت عليها، نخليها بواحد النار مهيله مده 10 دقائق تعقم، غير هذا تعقيم العلب باش يبقى عندنا اطول فتره ممكنه، ونتلاقاو في مرحله التقديم ان شاء الله. وهذه هي المربى ديالنا، كتشوفوها واجده ما شاء الله عليها غزاله، بمكونات اقتصاديه موجوده في كل بيت، يعني بكميه وفيره، ما نقولش صحيه فيها نسبه السكر، ولكن بالنسبه للتفاح يعني شيء كنعرفوا درناه في الدار بايدينا نقي، كنعرفوا شنو فيها، يعني شي حاجه اللي زوينه. ونتمنى تكون المربى ديالنا نالت الاستحسان ديالكم، عجبتكم، لا تنسوناش من الاعجاب واللايك وسبسكرايب، الناس اللي جات جديده تشترك معنا وتدعمنا، وتبارطاجوا مع صحابكم حبابكم والناس القراب لكم. ولا كانت فيديوهات كتعجبكم دائما تبقاو تزورونا، وكيسعدنا الوجود ديالكم معنا، وإلى اللقاء في محتوى تاني جديد إن شاء الله. مع السلامة.